المدرب اللي اثر فيا جامد جدا هيدوكوتي، لان انا قعدت بسنه بحالها معاه، وكان راجل مدرب من المدربين الناجحين جدا. بس انا برضو بقول حاجه، ان كلاعب كوره بقى، ان المدرب الاجنبي يصلح للناشئين للصغيرين، لان بيعلمهم ازاي يلعب الكوره ببطن رجله، ازاي يلعب الكوره براسه هنا مش بالجنب، بيعلم الصغير حاجات جديده. انما في بالنسبه للكبار، المدرب المصري هو اصلح واحد للعيبه الكبيره. ليه؟ لان مش هتعلم اللعيب الكبير حاجه جديده في انما بيبقى عارف نفسيته ايه، وعارف طباعه ايه، وفاهم يتفاهم مع ايه. المدرب الاجنبي ما بيعرفش يتفاهم مع اللعيبه الكبار. المدرب الاجنبي في رايي يجي للناشئين. ده اللي حصل في افريقيا، يعني نيجيريا دي اول مره تاخد كاس العالم في الناشئين، كانوا جايبين لعيبه مدرب اجنبي. ليه؟ لان بتعلمهم، يعني الافارقه كلهم بيجيبوا دلوقتي المدربين الاجانب للصغيرين. طبعا الكابتن صالح ده كان هو يعني من احسن الناس اللي الواحد طبعا عرفهم، كابتن كبير جدا، وتعلمنا منه كتير جدا، وشوفنا معاه ايام فعلا. هل كان هو مدير الكوره في الوقت اللي انا كنت بلعب فيه، لما كنا بنلف في الدول العربيه بالذات، كان الناس تحترمه احترامات جامده جدا، وبيعملوا لنا 100 حساب، لان الكابتن صالح هو كان مدير كوره وكان بيبقى رئيس بعثة في نفس الوقت. يعني في الحالتين ما كانش في عضو مجلس اداره يطلع معانا او حاجه، لا، كان تملي بيبقى الكابتن صالح هو مدير الكوره وهو رئيس البعثة معانا. فطبعا كان تملي بنتعلم منه حاجات كتيره جدا. وانا فاكر كويس قوي ان مع الكابتن صالح، ان في فتره كده جه ان مش كانش هيدخل الانتخابات، وكان في لندن، وانا كنت في لندن، رحت له البيت واتكلمت معاه على اساس انه يدخل الانتخابات. قال لي يا شريف خلاص بقى انا مش الوقت. قلت له يا كابتن هتسيب النادي الاهلي؟ فابتدى يتراجع في هذا الموضوع، يعني تراجع كامل يعني. وكان على فكره برضو من ضمن الحاجات كان طباخ شاطر جدا، يعني انا اليوم رحت له في لندن غداني مكرونه عملها، دخل عمل مكرونه بقى حاجه يعني من احسن المكرونات اللي اكلتها في حياتي، يعني غير ان هو بقى كان في كل يعني، وكان محبوب لما كان ينزل لندن الناس كلها تحبه. كان ليه قهوه كده جنب بيته يقعد فيها، ويجوا العرب كتير يقعدوا معاه، ومحبوب قوي قوي يعني الكابتن صالح. الشربيني ده كان من احسن الاستوبرات اللي جت في مصر ده، والواحد كان بيتعلم منه حاجات كتيره جدا، من الناس العظام قوي يعني. يعني ما فيش استوبر جه في مصر الا بعديه حسن حمدي، يعني زي هو كمل ميم الشربيني، يعني حسن حمدي جه بعد، انما الشربيني ده كان من اعظم الاستوبرات اللي جت في كان في الاول وينج، بيلعب وينج ليفت، فاكر كويس قوي.